السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ واهلا بيكم. النهارده بإذن الله هنعمل مع بعض ميني كيك قدرة قادر او بيسموه كاستيلا بودنج كيك، ان شاء الله يعجبكم. اولا مقادير الكريم كراميل اللي هنحتاجها معانا، هنحتاج علبة كريم كراميل اللي هي دريم اللي هي 2 في 1، هنحتاج الباكيتين من جوه، وهنحتاج معاه كيلو لبن مغلي. ده مقادير الكريم كراميل، طبعا تسهيلا للوقت بدل ما نقعد نعمل الكريم كراميل وياخد مننا وقت ومجهود وتجاليد زياده، لا احنا ايه قلنا نسهل الخطوات ونجيب كريم كراميل دريم جاهز. مقادير الكيك معانا هيبقى 1.5 كوباية 100 دقيق المنخول، هنحتاج كمان 2 معلقة من الكاكاو الخام، هنحتاج 0.5 كوباية زيت، 0.5 كوباية لبن، كيس بيكنج باودر، 2 كيسين من الفانيليا، هنحتاج كمان 2 بيضتين، ولو البيض كبير يبقى بيضة واحدة، هنحتاج 0.5 كوباية من السكر. اول حاجة هنبدأ بيها، وطبعا الكوبايات اللي احنا هنعمل فيها الكب كيك اللي هي كوباية الورق دي اهي، اول حاجة هنعملها اللي احنا هنحط الكراميل من تحت. اول ما فتحنا باكت الدريم ويب هنلاقي الكراميل ده، وهنلاقي كريم كراميل. كريم كراميل ده هندوبه في اللبن، وبعد ما فضينا الكراميل كويس في الكوبايات زي ما انتم شايفين، تقريبا كل كيس هيقضي 5 كوبايات من الكوبايات اللي انا عاملاها، كل كيس هيقضي 5 كوبايات او وزعناهم بالتساوي في الكوبايات. بعد كده هنبدا نعمل الكريم كراميل. اول حاجه هنجيب 0.5 كوباية من اللبن ونحط فيها الكريم كراميل، هنحط البكوين 0.5 كوباية اللبن، نقلب كويس لحد ما الخليط يدوب معانا كويس، ونحطه في الايه في اللبن البارد، ونشغل النار على اللبن وننزل عليه الكريم كراميل اللي احنا دوبناه في الكوباية، نقلب كويس جدا اللبن مع خليط الكريم كراميل على النار هادية لحد ما نلاقيه غلى غلوة واحدة. طبعا في الوقت دوت احنا حاطين الكراميل حاطينه في الكوبايه طبعا، وحاطينه في الثلاجه يجمد شويه زي ما انتم شايفين كده، بدات تغلي، نطفي عليها النار ونسيبها تبرد شويه، بعد كده نصبها في الكوبايه. بس اهم حاجه ان احنا نستمر في التقليب لحد ما تغلي عشان خاطر ما تكلكعش مننا. نبدا بقى نصب خليط الكريم كراميل على الكراميل في الكوبايات، اهم حاجه ما نمليش الكوبايه قوي عشان لسه في خليط الكيك. بعد ما خلصنا الكوبايات كده زي ما انتم شايفين، نبدا بقى نعمل الكيك مع بعض. اول حاجه المقادير الجافه هنخلطها مع بعض، 1.5 كوباية دخلاه اهو حطاه، هنحط عليه 2 معلقة الكاكاو ونخلطه كويس، ونحط البيكنج باودر الباكو، نقلبهم مع بعض ونحطهم على جنب. نيجي بقى للمقادير ستايلو. اول حاجه هنحط في الخلاط، هنحط 0.5 كوباية الزيت، وعليها 0.5 كوباية السكر، ونخلط كويس. بعد كده هنحط البيض والفانيليا، وبعد كده هنحط 0.5 كوباية اللبن، وهنحط 2 معلقة الخل ما ننساهاش عشان طراوة الكيك، ونضرب المكونات مع بعض تاني. هنزل الخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط في الطبق، ونبدأ نحط عليه الدقيق اللي احنا نخلناه شوية بشوية، نحط حبة ونقلب، نقلب بالراحه عشان الهواء ما يخرجش من البيض. وبعد ما الكيك بقى اصبح جاهز معانا، انا حطيته تاني في الخلاط عشان خاطر ان انا اعرف اصبه في الكوبايات. نبدا بقى نصبه في الكوبايات بتاعتنا. طبعا احنا مش هنملي الكوبايه قوي، هنحط حبه صغننه عشان خاطر ندي فرصه للكيك اللي هي تعلى.
طبعا مش هنملي الكوباية قوي. ونفضل لحد ما نخلص الكمية كلها، نفضي الكيك في الكوبايات كلها. وبعد ما خلصنا وصبينا الكيك في الكوبايات، حطيناها بصينية وحطيناها في صينية تانية تحتيها فيها مية سخنة، اهم حاجة المية السخنة اللي من تحت. وبعد كده هندخلها الفرن على درجة 180 لمدة حوالي تلت ساعة. اهو هندخلها الفرن. الكب كيكس بعد ما طلع من الفرن نسيبه يبرد شوية، وبعد كده ندخله التلاجة لمدة حوالي من 6 ل 8 ساعات لحد ما يتماسك خالص. وبعد كده نشوف هنعمل ايه. كب كيكس اهي جبنت معانا واصبحت جاهزة اللي احنا هنقدمها. اول حاجة هنعملها اللي احنا هنفرفكها من الجنب بمعلقة كده، هنبدأ نفرفكها من الجنب. بعد كده هنحط الكب كيك في مية سخنة لمدة حوالي يعني ثانيتين كده بس. بعد كده هناخدها من الصينية ونقلبها في قلب الطبق ونشيل بالراحة، ندق عليها كده بالراحة ده كده هيبقى الشكل النهائي بتاعها. طبعا ما اقولكوش الشكل تحفة قد ايه، اكيد انتوا شايفين بنفسكم. ان شاء الله طعمها يعجبكم اهو. وزيناها بوحدات من الفستق. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.